مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، تحية وحب وتقدير، وطبعا أهلا بكم في مهارات عظيمة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات للمعجنات محببة جدا لينا وبسيطة بمكونات اقتصادية زي ما حضراتكم طلبتوا. هنبدأ بأول وصفة معانا، هي أوارب أو مخبوزات القارب. يعني هنعملها على شكل، في أشكال كتير للصفيحة وفي شكل زي القارب كده، احنا كنا عملناه مرة مع الصفيحة لكن هنعمله مرة تانية مع حضراتكم بعجينة جميلة وبسيطة. خلينا نقول مقاديرها وبعدين نحكي واحنا شغالين. عندي نص كوباية من المية الدافية، وعندي نص كوباية من الحليب أو اللبن الدافي، عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح، 3 معالق كبار من زيت الزيتون او من زيت النباتي زي ما حضراتكم تحبوا، بياض بيضه، وعندي كوبايتين من الدقيق. طبعا جميع استخدامات او الدقيق الخاص بالمخبوزات. طيب، هي الوصفه دي بسيطه، مش محتاجه يعني انها تتحط في عجان، بس انا اسمحوا لي هعملها في العجان علشان تطلع معايا على طول. فانا هاخد كده اول حاجه اللبن والميه، المفروض انها تبقى ميه دافيه، خليني بس اتاكد انها ميه دافيه. يبقى انا هنزل دول كده وهنحط شويه ميه ونحسب النص كوبايه. تمام كده، نص كوبايه. طبعا الميجرنج دول المعياريين دول بيتباعوا دلوقتي كده اكليريك، او يعني مش شرط تجيبوا الازاز لو بتخافوا، عشان كمان بيبقى تقيل وبيتكسر، وبيبقى فيه منه بقى لحد معيار الكاب والاتنين كاب، وفي منه بقى الاكبر، فده برضو بيبقى عملي في المطبخ جدا الحقيقه. بسم الله، هنحط نص كوبايه من اللبن الدافي، وده عشان يسرع من فكره الشحن، فكره اسفه التخمير، انها الخميره تشتغل على طول. هنلف كده عشان حضراتكم تشوفوا اكتر، وهنبدا ناخد كده السكر وناخد الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الخميره وهنحط معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، وطبعا هاخد بياض البيض وهاخد الدقيق، بس الدقيق هنا اسمحوا لي اضيف عليه رشه الملح ونقلبه. وتعالوا كده الاول بياض البيض، بياض البيض اهو، بسم الله. الصفار مش هرميه، هاخد الصفار هدهن بيه جوانب العجينه ان شاء الله لما اشكلها. خلاص، البيض ده فيه نسبه كبيره من حمض الفوليك الحقيقه، بتحمي الجنين من التشوهات وبيساعد على انتاج خلايا الدم، وبيقوي النظر وبيحسن كمان من القدرات العقليه، بيعزز صحه القلب، بروتين قوي جدا، بيقوي المناعه وبيدي احساس بالشبع، مفيد للرياضيين جدا لما بيستخدموه على عصير او على لبن او مع البروتين اللي بياخدوه. خليني كده اقلب تقليبه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نضيف معيار الدقيق كده ونشوف الاخبار ايه. عجينه كده بسيطه، طبعا هنسيبها طبعا تخمر، لازم شويه، انا بحب اشكلها وبعدين اسيبها تخمر. بسم الله، لو احتجت دقيق على اعتبار ان نوع الدقيق اللي بستخدمه غير اللي حضراتكم بتستخدموه مفيش مشكله، على حسب بيتحدد عليه بناء عليه نسبه السوائل. كده جميلة، هي مش محتاجة والله، لكن أي حشو موجود بقى عند حضراتكم هيبقى مناسب جدا. الحشو عندي ممكن أشوح في طاسة كده بصل مع فلفل، وعندي هنا فراخ مسلوقة، صدر مسلوق خدته شوحته مع الزعتر واديته رشة بابريكا ورشة توم باودر وبصل باودر، وعندنا صوص بيتزا زي ما حضراتكم تحبوا وتشوفوا. معلش خليني كده أرفع أشوف، محتاجة أضيف شوية دقيق، حوالي نص كوباية. بسم الله، صوص البيتزا ده بنعمله واحنا قبل كده اتكلمنا عنه وعملناه من فترة طويلة، لكن أوعد حضراتكم نعمله مرة تانية من الألف للياء في حلقة بيتزا. شوفوا بقى
بقى العجينه الاول كانت باينه انها لازقه، هي طبعا التلزيقه البسيطه دي بتخلي العجين دايما هشه، ودي معلومه مهمه جدا احب اقولها لحضراتكم، يعني تخلي دايما المعجنات هشه وجميله، ما تبقاش ناشفه كده. لذلك انا لما بطلعها كده فيها شويه تلزيق، لما باجي اضيف انا دقيق للفرد بيبقى كده المعيار مظبوط جدا. لو انا بقى عملتها مظبوطه قوي وبعدين جيت ضفت دقيق تلاقوها نشفت سنه، يعني ايه بقت عجينه مش كده هشه وفلافي حلوه. خليني بقى المقادير اللي انا هاخدها كده، ممكن في طاسه بسيطه، خليني اجيب طاسه بسيطه كده ممكن استخدمها اسخن فيها او اشوح فيها المقادير الحلوه دي. انا مش عايزه اعمل حاجه، انا الفراخ عندي متشوحه وعندي فلفل اهو اخضر وفلفل الوان زي ما حضراتكم تحبوا، عندي البصل، عندي صوص البيتزا جاهز، وعندي زيتون، عندكم جبنه موتزاريلا ماشي، ما عندكوش تمام، يعني اللي حضراتكم تفضلوه. هاخد بس نقطه زيت كده في البوله هنا، وهاخد كده هطلع العجينه الحلوه دي وهسيب ده هنا. بصوا كده المفروض ان انا اسيبها انها تختمر شويه، بس انا بس عشان امسكها تبقى حلوه، وهنوزع فيها الايه، هفردها بقى، عايزه افردها وهبدا اشكلها، بس اسيبها ترتاح شويه. انا الحقيقه المفروض اسيبها تخمر على الاقل نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه مفيش مشكله، وبعدين ابدا اشكل على صاج كده، بجيب بقى صاج ادهنه وهنبدا نستخدم صاج كده، هدهنه برده نقطه زيت كده، بسم الله ندهن دهنه حلوه بالفرشه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كده وبعدين بحب احط كمان ورقه خبز، وهدهن كده فوقها برضو، وده علشان اكد ان ورقه الخبز تكون يعني مظبوطه، لو هي نوعها مش قوي قد ما احنا عايزين يعني. ممكن نقص الجزء الزياده ده، وهنا كمان بس تبقى مظبوطه كده، وهنبدا بقى نشكل الايه العجينه بتاعتنا. المفروض ان انا بعملها كور كده، باخد كل كوره كده مثلا حلوه اهي، وايه واحطها كده نشكل كرات الاول، كرات حلوه، نعمل قالب حلو كبير، يعني عجينه تكون حلوه، احنا مش عاملين الكميات دي كبيره، فاحنا نعمل عجينه كده جميله اهو، شايفين ازاي العجينه لينه وجميله ازاي. كده نقلب بقى كاني بقفلها على بعضها كده زي السره، وبعدين كده، ودي اخر واحده تعمل قارب صغنن كده. العجينه التانية اللي هنعملها بقى تبقى حاجه كده مسكره، حاجه حلوه قوي. في منها طريقتين، طريقه بتتعمل زي ما احنا هنعملها كده ساده لو حابين، خفيفه تتاكل جنب اي حاجه، وفي منها طرق بتتعمل بالزبيب ويتحط لها محلب كده، بتدي تيست حلو، او مثلا رشه من ريحه الكحك، عارفين بتدي طعم كده، بس المحلب دايما مع العجين اللي فيها نسبه سكر كده بتبقى حلوه. شايفين ازاي العجينه اهي، المفروض بقى ان انا هشتغل في واحده، وخليني اخد كده كيس ثلاجه وانا شغاله، اغطي بس دول كده عشان ما ينشفوش. هنا الطاسه خلاص سخنت، اخد تشويحه بس للمكونات دي بسيطه جدا، عشان انا عندي بصل بسم الله الرحمن الرحيم، فمش عايزه احطه ني، هاخد كده تشويحه البصل، دايما هعرفوني الوقت عشان ابقى معاكم. عايزين معالق صغنونه، ناخد رشه بسيطه من الملح، رشه بسيطه كده من الفلفل،
هنقلب. عرفوني الوقت يا حبايبي لو انتوا يعني، عرفوني قبلها عشان ايه ابقى معاكم. وهاخد تشويحه كده من الفلفل الالوان كده، شايفين ازاي، والفلفل الاخضر. بس عشان البصل والخضار يبقى مظبوط. الباقي عندي تمام، صوص جاهز. لو في موتزاريلا هتبقى جميله جدا. تشويحه حلوه بس كده للخضروات. خلاص طيب، تعالوا بقى هنا نبدا نفرد الايه العجين ده. وعندي كده بقول جنبي فيها دقيق. بشكل بيضاوي كده، خلوا بالكم هي هتنفش، ها، فاحنا عايزين نعملها ايه، تبقى مش تخينه قوي، تبقى يعني فيها رقه بسيطه كده عشان هي هتتضعف شويه. خلاص العجينه جميله، عايزين تحشوا الاطراف بيها اي حاجه، ماشي، ممكن الاطراف دي تتحشي خضار اصلا. شايفين كده؟ والله حاضر، شيل لكم ده. ريحة الفلفل أصلا بعد ما تشوح بقت روعة. بصوا حبايب قلبي، هعمل كده. خلاص الفلفل كده تمام. شايفين ازاي؟ أطفي بقى نار. وخليني انزل الخليط ده هنا في بوله كده، البصل كده تمام. الفرن عندي سخن على حراره 180 ل 200 زي ما انتوا عايزين. على الشبكه كده في النص هحط مخبوزاتي الحلوه دي، خليها هنا. بصوا بقى ممكن اعمل كده واخد معلقه كده واحشي الاطراف، مثلا فليكن خضار. حلو قوي الفكره دي برضو، يعني مش كل حاجه اجبان اجبان اجبان، تغيير برضو. شايفين ازاي؟ حاجه شبه كده، صح صح مظبوط. احنا عايزين نعمل ايه، ناخد كده الاطراف دي، شايفين الاطراف دي بنحشيها ازاي، بنقفلها كده. حلو، كده على بعض كده، شايفين باخدها اتنيها كده على بعضها عشان تدي في نفس الوقت شكل وتقفل كويس. اهي شايفين ازاي، اهي خلاص. هنيجي بقى هنا، عايزه اخد كده الصاج احط عليه وابدا كالاتي. اخد الصوص بتاع البيتزا ده هنا في النص،
احنا عملناه قبل كده. لو عندك الطريقه يا نودي نزلي صوص البيتزا لوحده عشان اصدقائنا لو عايزين يعملوه يعملوه. شايفين ازاي؟ هاخد مكعبات كده من الدجاج. تسلمي يا روحي. شايفين حلوه جميله جدا، ومعاها وحدات من الزيتونات. اوكي روح قلبي كده، وشويه من الخضار الجميل اللي حشينا بيه في الاطراف برضو. شايفين ازاي شكلها جميل جدا. تعالوا بقى ناخد عايزين نعمل واحده كمان بس نحطها جنب اختها الحلوه دي. وايه وعايزه اوريكم بس الاول الاطراف هنحشيها ازاي او هنعملها بايه. انا عندي هنا سمسم، وعندي هنا ادي الصفار البيضه، رشه ملح، رشه فلفل، اللي عايز يضيف نقطه لبن مفيش مشكله. انا بقى هحط معاها بس نقطه صلصه عشان تبقى مديه حمار للبيضه كده، وكمان ما يبقاش فيها الزفاره. بصوا هدهن بقى الحروف دي زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ترشوا بقى سمسم عليها، تسيبوها ساده براحه حضراتكم خالص، بس هي افكار جميله. كمان الولاد يحبوا الحاجات دي في المدرسه. عايزين تضيفوا عليها جبنه ماشي، عايزين تحطوا تحت من الاجبان المطبوخه مفيش مشكله. بس هي بصراحه جميله زي ما انتم شايفينها يعني. وهسيبها بقى هتعلى وهتتضاعف، هتبقى احلى من كده كتير. حط بقى رشه سمسم كده في الحروف. شايفين الجمال؟ ممكن تحطوا بقى اي حاجه تانية في الحروف يعني، مش شرط سمسم، ممكن حبه البركه، ممكن زعتر، ممكن كمون حبه، ممكن شمر، ممكن من غير خالص تساب ساده كده مفيش مشكله اهي. شكلها جميل جدا، وهي من العجائن السهله البسيطه اللي كمان ايه مش مكلفه يعني، حاجاتها في البيت. اي حاجه باقيه في البيت هتتعمل كبديل للبيتزا يعني، ايه بدل ما نقعد نعمل حاجات كتير. انا هقعد اشتغل كده في واحده تانية، اسمحوا لي اعمل واحده تانية كمان مع حضراتكم لو لسه حد يعني منضم لينا دلوقتي. هعمل واحده كمان لطيفه كده، وايه بسم الله اللي فيها ده فلفل اسود مكان ايدي على فكره. بصوا شايفين ازاي فردناها اهي. لا دي مش نقط سودا، ده فلفل لسه قايله. انتوا نايمين اكيد سامعاكم، سامعاكم على فكره. ممكن بقى المره دي نحشي الحروف فراخ، ايه رايكم؟ صح كده تبقى مفاجاه برضو. الفراخ دي بالزعتر، زيت الزيتون، ملح وفلفل، رشه ثوم وبصل باودر، دي كبيره قوي، ناخد الصغننه دي. شايفين دي بقى عشان ايديا ما تتبلش من السوائل والدقيق وتتبهدل، اعملها بقى مره واحده بالجلافز عشان يبقى جاف. بصوا بقى هناخد كده
تعالوا بقى ناخد الايه القارب ده هنا ونريحه كده. وبعدين الصوص، صوص البيتزا اللي اتفقنا عليه، ومعانا صوص البيتزا نزل اهو قدام حضراتكم اللي عايز يصوره. الله، تسلم ايديكوا والله. تسلم ايديكوا حبايبي. هما فصين توم مفرومين بنشوحهم كده مع طماطم مضروبه في الخلاط، ويفضل لو كانت كونكاسيه مسلوقه نص سلقه، مع زيت زيتون، مع فلفل اخضر، فلفلايه رومي، مع معلقه صلصه طماطم، ريحان مجفف، روزماري وزعتر وملح. ده الايه، ملح ورشه فلفل، عايز يحط رشه كمون مش بس تكتروش، اوعوا من الكمون. طيب الافضل في صوص البيتزا الحقيقي الاصلي انكم تعملوها من الطماطم اللي هي الكونكاسيه. يعني ايه كونكاسيه؟ يعني باخد الطماطميه جامده كده حلوه، اروح شقاها من الظهر من تحت بعد ما اشيل الجزء الاخضر ده، واروح ايه مدياها، دخلها في كوبايه، معاها كوبايه ميه، كيلو طماطم مثلا، وادخله على النار كده يغلي غلوتين. اول ما تغلي الميه اروح طافيه عليه وسايباها لما تهدى، اخد الطماطم دي احطها في ميه بتلج وهي سخنه كده، وبعدين اشيل القشره بتاعتها، وبعدين اخد اضربها في الخلاط، وابدا بقى احط معاها الخليط اللي انا قلت لحضراتكم عليه ده بتشوحوها بيه. لو عايزين بصلايه او فلفلايه خضراء او يعني عود روزماري او اي حاجه تدخل مع المكونات دي اللي قلت لحضراتكم عليها قبل الفرن، يعني قبل ما اسفت تسووها، هتبقى جميله، هتبقى مع الطماطم، تستوي مع الطماطم ونضربها كلها مع الطماطم. حتى لو في توم، عايزين التوم تحطوه ويبقى شبه كده اتسلق وتضربوه، يبقى ده الخليط، هتبقى جميله جدا. ادي الفطاير اللي وريتها لحضراتكم، يلا بقى ندخلها الفرن على حراره زي ما قلنا 180 على الشبكه في النص، وهنسيبها دلوقتي تشوفوها اما تطلع ان شاء الله. واحنا عاملين جزء منها هتشوفوه باذن الله، الجزء ده عاملينه وحاطين معاها الموتزاريلا والجبنه الشيدر، هتشوفوها هنا، تلاقوها كده فطاير جميله وسريعه وتنفع جدا للمدارس كمان. طيب احنا بقى دلوقتي كده هنستسمح حضراتكم بقى بعد ما خلصنا الوصفه الجميله دي ان احنا نطلع الاستراحه، هنرجع نعمل وصفه معجنات ولكن بالسكر. ممكن لو عايزين تحطوا فيها زبيب او اي حاجه تانية ماشي، لكن هي وصفه بسيطه وجميله لكن ليها طعم كده مع الشاي بلبن او مع القهوه رائعه. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، هوريكم شكل المخبوزات في الفرن. بصوا كده جميلة، بس طبعا قدامها شوية صغيرة، حاجة بسيطة يعني، وهلف دلوقتي الصاج. بصوا الجمال حلوة ازاي، هنلف بس الصاج كده الناحية دي كمان اهي، دقيقتين بالظبط ونطلعها ان شاء الله، لان طبعا الصاج بيفضل سخن، هي بتفضل مستمرة عشان تفضل هشة وطرية. يلا بينا نقول بقى دلوقتي هنعمل الوصفة اللي قلت لحضراتكم عليها، هي مخبوزات قطنية هشة جدا، حاجة شبه شريك بالسكر، عارفين عاملها زي البريوش، حاجة قريبة من الحاجات دي بس مرشوش عليها سكر. مخبوزات دي مخبوزات جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف كده احنا هنعملها، لو هنعمل على الكيلو دي، اللي مش عايز كميه كبيره هنعمل على النص كيلو، هينصنص المقادير. انا عاملاها على الكيلو، الكيلو بياخد كوبايه سكر، بياخد 2 بيضه، بياخد معلقه كبيره من الفانيليا، معلقه كبيره ونص من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، نص كوبايه من الزبده، و2 كوب حليب دافي، وللوش عندي بيضه، معلقه لبن، فانيليا، ممكن معلقه صغيره من الخل، بتديها كده هشاشه وجميله، بتبقى بتمنع الزفاره لو انتوا عايزين يا فانيليا يا خل، حاجه من الاثنين يا ندى. نص معلقه قهوه سريعه الذوبان وسكر. انا شايفه ان دول جمال جدا جدا، هنرش على الوش على فكره سكر كمان. طيب اول حاجه دي كده العجينه، خليني بس الاول ادفي الزبده دي. حاجه منهم يعني، لو ما فيش فانيليا يبقى خل، يعني يا ده يا ده، حلو بس يعني ايه يا ده يا ده، في ناس كتير ممكن تسالنا، اللي عايزه بقى يبقى هش زياده ممكن يحط الاثنين، بس هما الاثنين مع بعض يعني انا شايفه ان هما مش يعني ايه يا ده يا ده،
يلا بينا تعالوا بقى. احنا هنا بدفي بس الزبده، عايزاها تبقى مذابه، عايزاها زبده مذابه. طيب هاخد كميه كده ايه الاول من اللبن شويه مع الخميره، وبعدين هبقى اكمل في العجن عشان مش هاخد الكميه كلها. بسم الله كده، وهاخد الخميره، شويه السكر هيبقى نص الكميه دي، والبيكنج باودر مش هحطه كله، هحط هنا علشان انا مش هقدر اخد كميه دي كلها فما بقاش خلطت عليها كميه البيكنج باودر. وهاخد نص كميه الدقيق، يعني عملت على النص كيلو، هيبقى عندي بيضه واحده اهي، وتعالوا بقى نخلط المكونات الحلوه دي ونشوف هنحتاج لبن للعجن ولا لا. هي ميزتها انها مفيده، يعني مغذيه، بتتعجن باللبن. المخبوزات اهي طلعت، اتفرجوا عليها براحتكم. القوارب طلعت. هنديها كمان خلطة وشوية لبن. بسم الله. هنقلبها بقى كويس قوي لما تبقى عجينه لينه. بصوا بقى، بصوا كده على القوام. تمام. يلا بينا نقلب بقى. عجينة رائعة ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى ناخد العجينة الحلوة دي الهوية، اروح بيها فين بس يا رب؟ هنا خلينا هنا. تعالوا بقى نسمي الله ونشيل ده، هنخلي طبعا شويه سكر جنبنا، السكر ده هو اللي ايه هنحطه على الوش، عارفين المخبوزات اللي عليها سكر من على الوش دي. طيب خلينا بقى ايه الاول خلينا كده ايه كده، وخلينا نعدل هنا ايه بال نمسح بس اماكن اللبن هنا ده وهنا كمان.
يلا بقى نشتغل. اللي موجود عندي ده على المكان ده، ده اللي انا هعمله على الوش. بصوا بقى، طبعا العجينه دي برضو زي ما اتفقنا هي لازم تبقى بتلزق شويه، حلو، عشان لما اشتغل فيها تبقى ايه، تبقى هشه وجميله. انا الحقيقه هشكل برضو كرات زي ما اتفقنا، هنعمل كور كده على حسب حجم كل واحده حضراتكم عايزينها اهي. معلش انا بحط بقى في الزبده هنا واعمل كده، نحطها كده. هنحتاجها للتوبينج للوش. طيب ممكن بقى نخليهم هنا جنب كده فوق كده، وناخد كور، مش عايزين تبقى كبيره قوي دي، في الزبده اللي كانت دقيقه الزبده اللي ساحت وانا عملت بيها كده. هذه دي تعمل كوره حلوه يعني، انا عايزاها تبقى كوره كويسه. بصوا باخدها كده اهي، ده الحجم بتاعها كده. تدي طعم حلو. وتعالوا بقى اهي شويه كور حلوين كده، دول بقى مش هنكورهم كور، لا هنعملهم بقى، مش هنفردهم وكده، هنعملهم زي الايه، زي الحبل كده، تمام. ونعمل كذا واحده على الصاج، وندهن الصاج شويه مش باقي الزبده اللي احنا حاطينها هنا دي، تعمل لنا كميه لا باس بيها حلوه ازاي اهو. تعالوا بقى ناخد الصاج، الفرن عندي شغال حراره قويه. طيب خليني اخد هنا باقي الزبده، وهاخد كده هدهن كده، وهاخد ورقه زبده صغننه لان انا هرش سكر، والسكر ده مش عايزاه يتحرق. هاخد كده بس اقص قصه كده، وهنا تبقى بس مظبوطه، تساعد ان ايه لو وقع سكر ما يلزقش في القاع تحت ويحرقها لي. خلاص اهي، ونقطه زبده كمان فوق كده. يلا بينا نحط الصاج هنا، وهناخد واحده واحده. خلوا بالكم هي يعني اقصد هتخمر كمان زي ما عملنا في الاوارد كده، حلو، سهله وبسيطه جدا. شايفين ازاي دي بحطها لتحت اهي، تبقى قاعده عليها كده. نعمل واحده تانية، هنجمع بقى الصاج ده، اهم حاجه بقى لما اجي اعمل الوش، الوش ده مهم قوي عشان يديني قرمشه ويديني لون حلو. اهو دي تيجي لتحت كده، وعايزه افردها تاني كده. معلش خليني اخد دي بس كده، اعدل الوسع بتاعها عشان هي مش واسعه، عايزاها تبقى على واسع.
شايفين العجينه مرتاحه وحلوه لانها واخده سوائلها مظبوطه، فاحنا مش محتاجين يعني ايه زي ما بيقولوا اهي واخدها كده تفضل مرنه مع حضراتكم، بس ترتاح ربع ساعه بالكور اللي احنا كورناها. خلاص اشتغلوا فيها زي ما انتم عايزين. دلوقتي بقى عايزه اعمل، لا هعمل الوش بتاعها الاول بعد ما اشكل دي. خلينا نعمل الوش اللي احنا هنحطه على العجينه الحلوه دي. حلو، هنحط كده اهو، شايفين الجمال؟ اه تمام ماشي، هنعمل كده وهناخد بقى، بصوا بقى بوله صغيره. اه هاخد بس عشان اوري حضرتك، هاخد البيضه دي الاول هكسرها بره اتاكد ان هي سليمه، هحطها هنا، نقطه الفانيليا، ممكن رشه بس من القهوه سريعه الذوبان عشان تدي اللون المحمر الحلو ده، ونقطه اللبن كده تمام. السكر ده هيترش فوق العجينه، فانا دلوقتي يعني عقبال ما اشتغل كده واعمل التوبينج ده هكون رليت كام واحده كده. اسمحوا لنا هنطلع ليه استراحه، نرجع نستكمل بقيه شكل الصاج بتاعنا والمخبوزات القطنيه الجميله دي. يلا بينا، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. أنا بقى دهنت بالحاجات الحلوة اللي احنا قلنا عليها دي، البيضة مع شوية اللبن مع شوية القهوة سريعة الذوبان مع الفانيليا، هندخلهم الفرن بقى على حرارة 180. بسم الله، وهنسيبهم بقى لما يبقوا مرتفعين وشكلهم كده حلو معانا. أنا رشيت بس رشة سكر على الوش. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف طبعا شكلهم لما طلع بيبقى جميل. فطاير حلوه جدا على فكره، الولاد يحبوا الحاجات دي، وحاجات بيتي معجونه باللبن، وعايزين تحشوها بقى حطوا زبيب، حطوا قطع شوكولاته، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني دي حاجه في الاخر ترجع لحضراتكم، يعني كل واحد اكيد ادرى بولاده وبيته بيحبوا ايه، ممكن يعني نحببهم في الوصفه الجميله دي. طيب النهارده هنعمل وصفه برده سريعه. احنا يمكن قبل كده عملنا الكاسترد كتير جدا، عملناه كذا مره، اللي هو الكاسترد البلدي بتاعنا العادي اللي من 2 صفار بيضه ولتر لبن وثلاث معالق كبار من النشا والفانيليا. النهارده احنا هنعمل وصفه الاكلير، بس هنعمله اللي هو بيتعمل بيه فصلتين يا ندى بيتعمل بيه البروفيترول، بنعمل بيه البروفيترول وبنقدمه في كاسات وبنحشيه بقى اما شوكولاته او الكاسترد اللي احنا بنعمله، او الكاسترد ده بناخد منه جزء نحشيه اصفر وجزء نحشي بيه نحط عليه شوكولاته خام او مذابه ونقلبه مع الكاسترد فيبقى الحشو الجميل ده. دول اختيارين للحشو. انا النهارده هعمل العجينه لان هي مهمه قوي. بصوا هو طبعا يعني في البيت انضف واجمل بكثير جدا عشان تاكلوه حاجه حلوه وتكون طازه، وتقدروا تحتفظوا بيه لو عاملين كميه في الفريزر، اعملوا اللي انتوا عايزينه، حاجه بيتي يعني. احنا النهارده هنعمل بس العجينه بتاعته ونقول التكنيك بتاعها لان هي بسيطه بس مهم ان احنا ايه نعرفها لباقي اصدقائنا اللي طلبوه مننا. تعملوا بقى منه كاس كبير كده وتقدموه لضيوفكم، تعملوا منه الحاجه اللي انتوا عايزينها، مفيش مشكله. انا بقى دلوقتي هاخد كده اول المقادير بتاعتنا. تعالوا بقى نقول مقاديرنا بسرعه وبعدين نشتغل في العجينه. بسم الله، عندي ليه كرات الاكلير، هعمل الاكلير كرات اللي ممكن نعمل منها زي ما قلنا البروفيترول. عندي كوبايه ميه، نص كوبايه من الزبده، هو بيليق معاه قوي الزبده كطعم لو انتوا بتحبوا بقى حاجه بيتي حقيقيه، لكن الزيت يمشي برضو، الزيت يمشي ما ينفعش سمن. طيب معلقه صغيره سكر، كوبايه دقيق، اربع بيضات. البيض لو كبير هيبقى اربع بيضات تمام، لو البيض صغير ممكن ياخد خمس بيضات على حسب العجينه وهوريكم ازاي. الحشو عندي نص كوبايه سكر، خمس معالق كبار دقيق، معلقتين كبار من الكاسترد، ثلاث كوبايات من اللبن، معلقه ونص زبده وفانيليا. انا بصراحه يعني ايه عايزين تستخدموا الكاسترد الجاهز برضو سهل، عايزين تطعموا الكاسترد الجاهز وتحطوا عليه شوكولاته ماشي، او شوكولاته قابله للدهن ماشي، زبده لوتس برضو ماشي، اللي انتوا عايزينه. طيب انا هبدا كده اخد الاول الميه، احنا عندنا كوبايه من الميه، خليني اخد بس الميجر الصغير. طيب هعاير بده، اخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله. هنحط كده حاجة بسيطة، مش هنعمل كتير، انا مجهزة عجينة اصلا. وطبعا عندي الفانيليا الخام، مهمة قوي الفانيليا. ما تيجي نحط البيض بقى هنحطها. طيب تعالوا بقى، عندي هنا الدقيق وعندي الزبدة، هنحط الزبدة. مهمة قوي في الاول هنا بقى كمان مع المية والزبدة رشة الملح. سيبوها بقى لما تسيح وتدوب تماما، والخليط ده يبدا يغلي معايا. يغلي معايا هروح ضايفه الدقيق ان شاء الله على طول. شايفين كده؟ يبقى قلنا ينفع الزبده وينفع الزيت، مفيش اي مشكله. الزبده بتدي طعم رائع، حاجه بيتي. الزيت بيبقى هش وجميل للي مش عايز يستخدم ماده دهنيه تقيله يعني. انا بستخدم زبده نيوزيلندي، ما بستخدمش زبده يعني نباتي. طبعا الناس اللي حابه نباتي عشان اسباب صحيه ده موضوع تاني. في انواع كويسه جدا. يغلي بقى. عايزه اقول لكم احنا هنحشي كاسترد، والكاسترد ده طبعا مفيد لان احنا هنعمله من البيض وهنعمله من اللبن، فهو مليء بالكالسيوم وبيدي احساس جميل بالشبع وعلاج كويس لنحافه الاطفال. الاطفال اللي بتبقى كده بيعملوا من الكاسترد ده، بيبقى كده كوبايات صغيره بتتحط في الثلاجه مع المهلبيه دايما. فاكرين المهلبيه بتاعت زمان؟ بيبقى كده بيدينا طاقه. بصوا اول ما تبدا تغلي، تغلي تاني، يبقى حطينا الزبده، حطينا الميه، حطينا رشة الملح. هنحط دلوقتي كوباية الدقيق مرة واحدة بإذن الله. بسم الله. وهنبدأ نخلط كده لما الخليط ده يتماسك معانا. خليني بس بقى أنزل الوسك من هنا، وهاخد الاسباتشولا بقى، اسباتشولا كده جامدة زي دي كده، ونبدأ نقلب كده أهو. شايفين إزاي؟ كده هوريكم برضو درجة السوى بتاعتها. أنا حبيت أعملها في وعاء كده عشان حضراتكم تشوفوا. بصوا كده، بصوا العجينة دي بقى المفروض نبردها شوية قبل ما نضيفها البيض، فأنا هبردها في العجان عشان كده أنا حبيت أستخدمها، لكن ممكن تتعمل بالإيد عادي. شايفين العجينه بقت عامله ازاي كده عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. شايفين؟ هبدا اسوي كويس لحد ما تحسوا القاع بتاع البان نفسها بقى عامل قشره كده. القشره الخفيفه دي هو انه بدا كده استوى كويس. لازم اسويه كويس. شايفين انا يعني بعملها ازاي كده عشان يستوي كويس، يطلع بقى هش مع حضراتكم وجميل. اهم حاجه بقى في درجه حراره الفرن، اولا اللي تفتحوا عليه فرن ومش اول ما تشوفوه علي تروحوا فاتحين، غلط جدا، هيهبط. لازم تدوله وقته، تسيبوه من بعد ما تطفوا الفرن 5 دقايق موجود جوه الفرن، ما تلمسوهوش، وبعدين نفتح بالراحه ونبدا نطلعه. خلاص بصوا كده، شايفين ازاي اهي. تعالوا بقى ناخد الخليط الحلو ده ونروح فين؟ نروح على العجان. انا عايزه ابرده بس عشان انا الوقت عندي، فانا اسمحوا لي هبرده وانا مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده العجينه هنا، دي اسمها عجينه الشو اهي، وابرد شويه، وبعدين نبدا نضيف البيض بيضه بيضه. بسم الله. معايا الفانيليا ومعايا البيض، هضيف بيضه بيضه، كل بيضه تتشرب احط اللي بعدها على طول. البيض بقى
في البيت نسيبها تبرد براحتها افضل، وبعدين نشتغل فيها، بس لازم تغطوها كويس عشان ما تعملش قشره، فلازم يبقى الغطاء او البلاستيك راب لازق عليها. نقلب كويس جدا. خليني ابص مع حضراتكم عشان لازم انزل من الجوانب بسباتولا، علشان لو في الجوانب في حاجه ما اختلطتش كويس تختلط صح. لازم كده استنى بس تتشرب كويس وتختفي، وبعدين احط اللي باقي. بسم الله. بص بص اخيره، شايفين؟ حط بقى الاخيره، وهننزل الجوانب برضو عشان تبقى خليط تمام اهو. عايزينها بقى تديكوا نتيجه احسن، سقعوا بقى الخليط ده شويه في الثلاجه قبل ما تشكلوه في جيب الحلواني. يا سلام هيطلع رائع. بسم الله. هجهز الصاج وايه احط عليه ورقه صغيره من ورق الزبدة. لو عندكم سيليكون شيت ماشي، ما عندكوش هيبقى الورق الزبدة، وهندهنه. لازم هندهنه زيت أو زبدة. تمام. العجينة ممتازة ممتازة. هاخد بس آخر خلطة كمان وتبقى تمام. بصوا دي حضرتك شايفين الشكل الجميل ده. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالسباتولا هنا. اسمحوا لي بقى ايه، انا هنزل ده كده عشان اشتغل مع حضراتكم. بسم الله نوريكم بقى التشكيل، بسيط وسهل جدا ما فيهوش اي حاجه اهو. بصوا العجينه انا بقلبها كده، شايفين العجينه عامله ازاي اهي، لينه كده وجميله. هاخدها بقى ممكن احطها في جيب الحلواني. عندي كده جيب اهو عشان اشكل منها، وممكن لو عندي البلبله ماشي، مش عندي البلبله مش هيفرق والله. عايزينها يبقى فيها خيوط اللي هي خطوط دي، ماشي هنعملها بلبله زي دي. بصوا حاجه واسعه كده، لو هي مش موجوده خلاص يعني ممكن اعملها بالواسع ده، وممكن ايه اعملها من غير خالص. انا دي معموله من غير. بصوا بقى هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، العجينة خليني بس اقص هنا عشان اطلع البلبله دي.
بسم الله. بصوا بقى ممكن قوي تعمل كده، وطبعا لازم نقطه ميه تبقى لازم دي تنزل بميه. هنبططها خالص. بصوا بقى لما تسقعوها هوريكم الشكل التاني، ولو دي بلبله صغيره بصوا لما بتسقع. دي من غير بلبله خالص اهي اهي. البوز بقى اللي بيطلع ده عشان دي جامده، دي عجينه ساقعه، خلوا بالكم لازم انزله كده اهبطه بايدي، يعني احط ايدي صباعي في ميه واعمل كده خلاص، فتطلع عامله كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا كده اهي. لا هي بتعمل البوز ده لازم طبيعي، ده طبيعي بروح بالميه كده منزلاه، بس حاجه بسيطه. شايفين ازاي اهي؟ دي جامده بقى، دي ساقعه. الساقعه دي بتبقى رائعه جدا، يعني بحاول قد قدر الامكان ما تعملش البوز ده قوي، بحاول ابططها بيه كده عشان لما تستوي كده تمام. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بعد ما تدخل الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص. هقفل عليها لمدة مثلا 15 دقيقة لحد ما تبدأ تنتفخ وتاخد اللون الذهبي الحلو، تطلع بالشكل ده. بس طبعا برضو هطفي الفرن، هسيبها 5 دقايق وبعدين أطلعها. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هتتبسطوا بيها جدا. وبصوا أهو شايفين، افتحوا بقى كده شايفين، بصوا العجينة مفرغة وجميلة ازاي أهي. نحشي بقى بالحشو ده، ده حشو، ده حشو جميل كاسترد اهو مثلا، اهو الحشو اهو. وبصوا بقى لما هاخد الحشو ده اقدر احطه بقى واحط عليه صوص الشوكولاته زي اللي احنا مقدمينه في العرض هناك، هيبقى رائع. قدموه بقى في كاسات صغيره كده مع الصوص ده وسيبوه يسقع، هتاكلوه بالهنا والشفا ان شاء الله، يعجب ضيوفكم جدا. طبعا اسمحوا لنا بقى بعد ما خلصنا المخبوزات الجميله دي والحلقه اللي كانت حضراتكم طالبينها بس ب يعني مقادير اقتصاديه، اتمنى تكون نالت اعجابكم. اسمحوا لنا نستعد علشان استراحه ونطلع وننتقل الى الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.